بص بقى يا كابتن، انا طبعا الفقرتين اللي قبل كده كنت بتكلم مع كباتن واللعيبه ونجوم، بس هنا بقى الاجابات بقى، هنا المطبخ، بس هنا صعب مطبخ المكسب بيد المال. طبعا. يعني اللعيب لعيبه وده حاجه تحترم، انما الجهاز هو اللي بيبقى عنده. يعني بص حضرتك بتقول ايه يا كابتن توفيق، بيقول احنا بنعد اللعيبه لسيتويشن زي ده. طب خليني اقول اصعب ماتش انت كان وجهه نظرك بقى فني، اصعب ماتش من الثلاثه، سيبك من المجموعه اليوبيس والله اللي خسرنا فيها. لو اتكلمت بامانه شديدا، لا هي بطوله كاس مصر عموما بطوله صعبه، بطوله الوتر بولو في مصر نوك بطوله اوت على صعبه. طول طبعا، قصه ان انت بتلاعب فرقه زي فرقه اليوبلس بتاريخها الكبير والعظيم ولا الجزيره وحاضرها بتاريخها الكبير برضه وحاضرها، طبعا 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 يعني لا ينقص ان هو خسر بطوله او بالظبط. خسر ماتش جزيره او يعني اليوبلس، قصدي لا بتلاعب فرقتين فرقه صاحب التاريخ طبعا وحاضر. طبعا نعم طبعا، وداخل دلوقتي منافس جديد نادي الشمس داخل في الموضوع. سمعت. ف طب هل افهم من كلام حضرتك ان ماتش اليوبلس كان اقوى ماتش؟ الفاينل بيبقى ليه حسابات مختلفه صح، برضه، ضغط يعني بقى ضغطه مختلفه غير ضغطه السيمي فاينل انت بتجهز دور الثمانية. طبعا، صحيح يعني مختلف، يعني كل ماتش وليه صعوبته وليه طريقه شغله وليه طريقه تفكيره. صحيح. وزي ما كابتن سيف قال لحضرتك، هو التوجه اصلا من بدايه من سنتين من كابتن وائل بقى باداريات لكابتن سيف وكابتن محمود حسن حاطين بلان بكابتن فاضل ان انت تنزل بمعدل الاعمار. جينا لما قعدنا في اول السيزون انا لسه منضم للفيرست تيم، انا كنت السنه اللي فاتت مع فرقه 2005 حضرتك قلت لي صحيح. فلسه منضم للفيرست تيم، قعدنا ورشه عمل بقياده كابتن وليد عزت المدير الفني طبعا، مدير فني طبعا. وبروجرام اشتغلنا كل واحد في اتجاه، كنت انا كابتن سيف كان بيساعدنا في الحاجات الفنيه احيانا. وهو اصلا كان مدرب كابتن سيف طبعا بامانه في الكواليس، قال لي يعني هو فني لا كمان ما شاء الله، يعني. وكابتن احمد اسامه، فالحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على عدد 34 لعيب.